على العالم الانتباه إلى تداعيات التقارب بين الإخوان وطالبان قبل أن يغرق مجددا في الإرهاب إقليميا ودوليا. دعوة وجهتها كاميليا انتخابي فرد رئيس تحرير اندبندنت فارسية في مقال لها أكدت خلاله أن تطورات ما يسمى بالربيع العربي قد أدت إلى تمهيد الطريق لإحياء تنظيم الإخوان المسلمين المتطرف وصعوده إلى السلطة في بعض الدول العربية. وبحسب كاميليا فقد بدأ قادة الإخوان المسلمين والجماعات الوصولية الأخرى التابعة لهذا التنظيم في استغلال هذا التطور والنصر الذي أحرزته الشعوب طمعا في توسيع النفوذ والاستيلاء على السلطة في أنحاء المنطقة كافة، مما أدى إلى تفاقم الصراع بين الشعوب المحبة للحرية وجماعات الإسلام السياسي. وردا على هذا التطور الخطر انتفض الشعب المصري مرة أخرى وقرر الإطاحة بالحكومة التي شكلها الإخوان، واستطاعت مصر أن تنقذ نفسها من مستنقع التطرف. وتقول الكاتبة إن تونس ثارت ضد حركة النهضة وناضلت للتخلص من التطرف ودفع البلد مرة أخرى نحو الديمقراطية والحرية اللتين يتطلع إليهما جميع أبناء الشعب التونسي. هزيمة الإخوان المسلمين وانهيار قواعده الناشئة في مصر وتونس وجه ضربة قاسية إلى هذا التنظيم والجماعات التابعة له، ووضعهما أمام مشكلات وعراقيل عدة. وتنتقل كاميليا إلى الإشارة إلى الصلة الوثيقة بين الإخوان المسلمين ومختلف الجماعات المتطرفة والأصولية في أفغانستان، مضيفة أنه لا شك في أن التقارب والتعاون بين الإخوان المسلمين والتنظيمات المتطرفة كان السبب الرئيسي وراء ظهور الجماعات المتطرفة والإرهابية. ويبدو أن جماعة الإخوان وحركة طالبان تتجهان نحو التعاون والشراكة وتعتزمان استغلال الأراضي الأفغانية كملاذ آمن للجماعات المتطرفة. وتختتم الكاتبة بدعوة العالم إلى الانتباه إلى تداعيات التقارب والاصطفاف بين الإخوان وطالبان، وأن يقف بحزم ضد هذا التهديد قبل فوات الأوان.